طريقة إنشاء حساب على جوجل. تدخل على جوجل كروم، هذا هو، ندخل نفتح جوجل، تطلع عندنا هاي الصفحة، نقول إنشاء حساب لنفسي أو لإدارة نشاط التجاري، نقول لنفسي، نكتب الاسم الأول، نكتب الاسم الأول هنا، طبعا تخلي هنا اسم مستخدم أنت تكتبه، أو هو مرات يعطيك خيارات، طان خيارات حسب هذا الاسم اللي احنا دخلناه هنايا، ويعطيك بعض ايضا خيارات اخرى. تخلي كلمة المرور، كلمة المرور حاول انه تصير كلمة المرور قريبة عندك، يعني مثلا عيد ميلاد او تاريخ معين انت تخليه، يكون حتى دائما ما تنسى. نضغط على التالي هنا، اذا تخلي رقم اختياري، مرات يطلب من عندك الرقم للتأكيد، وهنا ايضا ممكن تخلي بريد الكتروني، بريد الكتروني انه من ينفقد عندك الحساب تقدر تسترجع هذا البريد او تسترجع هذا الحساب. تخلي تاريخ عيد ميلاد، عيد الميلاد، وتختار الجنس، نكمل، وتطلع عندك موافق على الشروط، كل نعم. أصبح الآن عندك حساب، نضغط هنا، لاحظ هذا الحساب اللي احنا أنشأناه، وتقدر تدير حسابك منه، تسوي إدارة الحسابات، تطلع عندك المعلومات الشخصية، ممكن كل المعلومات اللي انت كتبتها هنا، كل المعلومات الشخصية اللي كتبتها، وكلمات المرور. وشكرا لكم.